عادت حركة السير الطبيعية نهائياً إلى نفق نهر الكلب في الساعات الأولى من صباح اليوم. هذه الصورة تصورت بتشرين الأول سنة 1990 من بعد ما صارت العملية العسكرية على الجنرال ميشيل عون ب 13 تشرين. هذه الصورة كانت أمام نفق نهر الكلب يلي كان مقفل بالكامل بسبب الحرب يلي كانت قائمة بين العماد ميشيل عون والقوات اللبنانية. بهذه الصورة في أنا موجود فيها وفي طبعا زميلين لإلي هن بيير يوسف يلي هو كان مصور وبعده مصور، وفي كمان زميل لإلي هو جو مطر يلي كان مساعد مصور. ومثل ما عم تشوفوا نحن واقفين بهيدي الصورة أمام نفق نهر الكلب المقفل بسواتر ترابية، وكان في ألغام، وكان بهاللحظة عم بتتم إزالة الألغام لبعدين تزال السواتر الترابية منشان تفتح الطريق أمام حركة السير بين بيروت وبين هيدي المناطق وبالعكس أيضا. بدي أشير إلى أنه من بعد ما أخذنا هيدي الصورة، من بعد بكم يوم، من بعد يعني ما تصورنا هيدي الصورة، فتح التونيل وبلشت حركة السير، وأنا هونيك كان لقلي ستاند أب كمان بكمان تشرين الأول 1990، وهيدا ستاند أب مصور بالصوت وبالصورة وموجود. ورجعوا الناس أو الرأي العام ذكرني فيه بشهر تشرين الثاني من سنة 2019، وقت كمان لقالوا أنه عم يتعمر حيط بنفق نهر الكلب، وكنت أنا موجود هونيك وبوقتها كمان عملت ستاند اب، والناس جابوا ستاند اب يلي عملوا سنة 1990 وستاند اب يلي عملوا سنة 2019 في 29 سنة بين أول ستاند اب وتاني ستاند اب، وحطوهم مع بعضهم وقالوا القصة ما تغيرت والمراسل ما تغير. هيدي الصورة وغيرها من الصور يلي أنا عندي إياهم هن كتير مهمين بحياتي العملية وكمان بحياة المحطة يلي أنا اشتغلت فيها، لأنه بيوثقوا أحداث كتير مهمة وبيوثقوا لحظات مهمة إن كان بحياتي المهنية أو إن كان بحياتي الخاصة، وبتخلي بكرة الأجيال اللي جاية ابتداء من عائلتي من أولادي وأولاد أولادي يمكن أنه يعرفوا قديش نحن بداك الوقت تعبنا وقديش نحن كنا بالفعل عم نغطي أحداث كتير مهمة، وقدي هيدا الأرشيف ممكن يكون غني لحتى ناس بالمستقبل يستعينوا فيه ويقدروا يعرفوا كتير من الحقائق يلي مرتبطة بهالأحداث يلي جرت بذلك الوقت.